عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، إعفاء اللحية فرض؟ واجب، نعم واجب. 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 قال النبي الأمين: قص الشارب وأوفوا اللحى. إيه رأيك في هذا الأمر؟ تسمع وتطيع أم لا؟ نعم. تسمع وتطيع أو لا؟ إن شاء الله بإذن الله. الله يتقبلنا وإياك في الصالحين. آمين.